يعني لا توجد تفاصيل كثيرة حول هذا الانفجار، ولكن المؤشرات الأولية تفيد بأنه حادث عرضي وليس مدبر أو عمل إرهابي. ما حصل هو تسرب غاز في أحد المخابز في الدائرة 9 في باريس، تسبب في هذا الانفجار الذي أدى إلى تحطيم زجاج المحل ومحلات مجاورة وإصابة عدد من المارة في المكان. الشرطة الفرنسية توجهت فورا إلى مكان الحادث وطوقت المنطقة وأعلنت عن إصابة عدد من الأشخاص، ولكن لا توجد تفاصيل عن العدد النهائي والدقيق لهؤلاء المصابين. طبعا هذا ما أعلنت عنه الشرطة الفرنسية حتى الآن، أنه حادث عادي وعرضي ربما في أحد المخابز الفرنسية، ولكن ربما هو التوقيت فقط تزامن مع اليوم الذي عادة ما يكون ساخنا في فرنسا، والأنظار اليوم كلها موجهة إلى باريس وحركة السترات الصفراء. يعني طبيعة اليوم كيف ستكون يعني هذه المظاهرات؟ هل فعلا ستخرج حركة السترات الصفراء اليوم في تظاهرات جديدة في تحدي كبير لقرارات الحكومة الفرنسية؟ نعم، يعني بداية في الحادث، توقيت هذا الحادث هو ما أثار الكثير من اللغط حوله، خاصة أنه يتزامن مع الساعات الأولى من بداية الشهر الثالث في الأسبوع التاسع من مظاهرات أصحاب السترات الصفراء. على أي حال، كما قلنا، المؤشرات لا يوجد فيها ربط بين هذا الحادث وبين مظاهرات السترات الصفراء التي من المفترض أن تنطلق خلال ساعات من اليوم. خلفي في شارع الشانزليزيه هناك انتشار للعناصر الأمنية للقوات الشرطية. الحكومة الفرنسية أعلنت يوم أمس عن انتشار 80,000 عنصر أمني. في باريس فقط سيكون هناك انتشار ل5,000 عنصر أمني، هم موجودون الآن في منطقة قوس النصر في آخر شارع الشانزليزيه وفي الشوارع الفرعية أيضا المحيطة بالشارع. أيضا وزير الداخلية الفرنسي طالب ودعا العناصر الشرطية العناصر الأمنية باستخدام صارم والتعامل الصارم مع المتظاهرين. هذه اللهجة الجديدة استفزت الشارع الفرنسي. سبق ذلك أيضا تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي دعا إلى أن يحصل المتظاهرون على ترخيص للتظاهر، وهذا الأمر أيضا قوبل بالرفض من المتظاهرين. على أي حال، هذا العدد الكبير للعناصر الشرطية والأمنية الموجودة في فرنسا، نتحدث عن 80,000 عنصر أمني، هذا الرقم هو أكبر رقم تشهده مواجهات الشرطة للتظاهرات التي انطلقت قبل شهر وأسبوع من الآن. إذا ما عدنا إلى الذاكرة، فإن أكبر عدد العناصر الشرطية سجل 60,000 عنصر أمني، بينما اليوم نتحدث عن 80,000. ربما هذا يفهم منه أن هناك مؤشرات لدى الحكومة الفرنسية على أن المظاهرات ستكون كبيرة أو على الأقل أكبر مما شهدته الأسابيع القليلة الماضية. طيب عمر، 80,000 عنصر أمن جديد استخدمتهم الحكومة الفرنسية اليوم من أجل هذه المظاهرات. أنت الآن تتواجد بشارع الشانزليزيه، يعني وراء قوس النصر مباشرة، نرى أن الحركة عادية جدا يعني حتى الآن. هؤلاء الشرطة أين يتمركزون؟ هل 80,000 كلهم عند ساحة الشانزليزيه أم ربما سيتوزعون على حسب ساحة البورصة عند قصر الإليزيه؟ أين سيتمركزون؟ يعني 80,000 عنصر أمني في عموم البلاد، تحدثنا أن هناك 5,000 عنصر أمني فقط في باريس، ليسوا في هذا الشارع فقط، هناك عدد عند ساحة الجمعية الوطنية البرلمان، هناك عدد آخر موجود عند بلدية باريس. على أي حال، هذا الانتشار لهذه الشرطة المكثفة في باريس وغيرها يهدف إلى التصدي إلى المظاهرات. ولماذا هذا الشارع ما زال مفتوحا؟ لأن استراتيجية أصحاب السترات الصفراء تغيرت في الأسابيع القليلة الماضية. لم يعد شارع الشانزليزيه هو المكان الأهم لتجمهر هؤلاء الذين يرتدون السترات الصفراء ويطلبون مطالب استكمال المطالب الاقتصادية والمطالب السياسية. مثلا الأسبوع الماضي وقبل الماضي غيروا هذه الاستراتيجية، جاءوا إلى هنا بأعداد قليلة، الأعداد الأكبر كانت موجودة أمام بلدية باريس، ومن هناك انطلقوا إلى الجمعية
الوطنية إلى البرلمان الفرنسي حاولوا الوصول إليه وإيصال كلمتهم ردا على خطاب رئيس الوزراء آنذاك. بالتالي هذه الاستراتيجية تربك العناصر الأمنية. لا يمكن أن يتم إغلاق هذا الشارع الحيوي والرئيسي في باريس دون وجود خطر حقيقي ناتج عن تجمهر أعداد كبيرة من أصحاب السترات الصفراء. لكن هنا لاحظنا منذ ساعات الليل الماضية، منذ مساء الأمس، هناك مشكلة حقيقية في شبكة الإنترنت، في أدوات التواصل الاجتماعي. يفهم منها أن هناك تدخلات من الحكومة لتعطيل هذه الشبكة، ربما لعدم تمكين أصحاب السترات الصفراء من التواصل وتحديد خطط للتحرك في هذا اليوم. ولكن عمر، يعني هذه الخطط الحكومة لم تعلن أنها عطلت شبكة الإنترنت، ولكن هذه يعني واقع ملموس الآن. هنا على حسب ما ذكرت، إن لم تكن الشرطة عطلت مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تواصل هؤلاء حركة السترات الصفراء، ولكن هم عادة يضللون الشرطة أيضا كما ذكرت. أنا تبعت قبل قليل أن ستكون هناك على مواقع التواصل الاجتماعي، تبعتهم يقولون أن ستكون هناك تظاهرات بمنتصف النهار عند شارع شانزليزيه، ولكن هذه فقط من أجل تضليل الشرطة، أليس كذلك؟ هل لديك معلومات متوفرة حول أماكن ربما تجمع هؤلاء هذه الحركة، يعني حركة سترات صفراء؟ يعني أماكن التجمع لم يعلن عنها كما جرى في الفترات الماضية. كما قلنا، هناك أسلوب جديد متبع من المتظاهرين، لا يعلنوا عن الأماكن إلا عند اقتراب ساعة الصفر. ربما قيادات هذه التحركات إن صح التعبير هي التي تعرف، وهي التي تتواصل، وهي الموزعة في أكثر من مكان، ويتم التواصل بينهم حتى يتجمعوا في مكان يعلن عنه في لحظة واحدة. هذه الأماكن ليست بعيدة عن بعضها البعض، يستطيع من هو موجود هنا بالشانزليزيه أن يتوجه خلال أقل من 10 دقائق إلى منطقة اللوفر مثلا عند المتحف، أو إلى البرلمان أيضا الذي ليس بعيدا عن هنا، أو بلدية باريس، أو إحدى هذه الأماكن أو غيرها من الأماكن الموجودة في باريس. بالتالي التواصل الرئيسي بينهم يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي كما قلنا هنا بالشانزليزيه أصبحت شبه معطلة كليا. الاتصالات يعني ما زالت في وضع جيد، ولكن التواصل الاجتماعي هو الذي عطل، أو هناك خلل كبير فيه إلى الآن. طيب أيضا عمر، المتظاهرون يريدون أو يهدفون في النهاية إلى الوصول إلى الجمعية الوطنية، أي البرلمان الفرنسي، ليردوا على تصريحات الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. هذا الهدف النهائي الذي يرغب فيه أصحاب السترات الصفراء، والذي أعلن مقابلا له أن الرئيس الفرنسي قصر إليزي أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يلقي خطابا يوم الاثنين المقبل للرد على مطالب المتظاهرين. إدوار فيليب أعلن عن قانون جديد، وهو ربما كل من تظاهر بدون رخصة سيلقى مصيره في السجن. طيب، التظاهر بدون رخصة، يعني آلاف المتظاهرين يخرجون الآن إلى شوارع فرنسا، يعني كيف يتجاوب المواطنون الفرنسيون مع ما قاله إدوار فيليب وما قاله إيمانويل ماكرون بأن التظاهر بدون رخص سيؤدي إلى السجن؟ طيب، هل يمكن أن سلطات تقبض على كل هؤلاء يعني المتظاهرين بدون رخص وهم الآلاف؟ وهذه النقطة شكلت جدلا واسعا في فرنسا، ليس كذلك عمر؟ نعم، ولكن يعني من يعرف التاريخ الفرنسي يعرف أن هذه البلد هي أم حالات التظاهر، ودائما ما ترفض الإجراءات الحكومية من أيام الزعيم الفرنسي شارل ديغول. يعني مظاهرات العام 1969 شهدت رضوخا من الزعيم الفرنسي وحل البرلمان وتوجه إلى انتخابات مبكرة تلبية لمطالب الشعب. هذه الإجراءات وهذه التصريحات من الحكومة الفرنسية تستفز الفرنسيين. يعني إذا ما قارنا الأسابيع الماضية بأن هناك تراجع عن الشهر الأول من حالة التظاهر، صحيح، بعد أي تصريح حكومي مستفز بين قوسين للمتظاهرين تزداد أعدادهم بكثرة، وتصبح المواجهات بها حدة، في المواجهات مباشرة واشتباكات مباشرة بين المتظاهرين وبين الشرطة. هنا المتظاهرون لن يقدموا، كما أعلن أنهم لن يقدموا أي تصريح للحصول على ترخيص لحالة التظاهر، وهذا ما تم إلى الآن. أي مظاهرات سوف تخرج اليوم لن تشهد أو لن تكون
لنكون قدم لها تصريح للخروج. أيضا رئيس الوزراء الفرنسي قال إن المخربين على حد قوله أن من يقوم بأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة والمحلات التجارية في باريس هم الذين سيدفعون التعويض والتكاليف عن ما شهدته هذه المحلات وهذه المقرات، وليس الحكومة أو أصحاب هذه المحلات. كل هذه التصريحات أيضا تزيد من حدة التوتر بين الجانبين. الفرنسيون دائما ما يأملون أن يكون هناك خط مباشر مفتوح بينهم وبين الرئيس دون أي وسطات، وربما هذه هذا إحدى أهم رسائل الفرنسيين ومطالباتهم الآن بالتوجه إلى البرلمان والجمعية الوطنية. صحيح عمر، هذه النقطة مهمة أثرتها. إيمانويل ماكرون أعلن الأسبوع الماضي عن ما يسمى بحوار وطني، من كان يرأس هذا الحوار الوطني هي وزيرة الرياضة، استقالت من هذا المنصب. طيب يعني كيف ما مدى تجاوب الفرنسيين مع هذا الحوار الوطني، أم هل يمكن أن نقول أنه مات قبل حتى أن يبدأ؟ يعني لا نستطيع أن نقول أنه مات قبل أن يبدأ الحوار الوطني. من المفترض أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل في 15 من الشهر الجاري، ولكن استقالة وزيرة الرياضة وعدم الفرنسي استقالة وزيرة الرياضة الآن من هذا المنصب، وأيضا عدم رغبة رؤساء البلديات باستلام هذا المنصب، هل هذه مؤشرات لأنه فشل؟ يعني هذه مؤشرات لأنه لا يسير وفق ما تريده الحكومة، لأن الأطراف المدعوة أيضا هناك بعض الانتقادات من قبل بعض شرائح السترات الصفراء بأنها لا تمثلها. بالأمس عقد رئيس الوزراء الفرنسي اجتماعا مع النقابات العمالية هنا في فرنسا في مساء الأمس، انتهى الاجتماع دون إعلان النتائج، غادر رئيس الوزراء، توجه إلى ألمانيا. السترات الصفراء على أي حال لا توجد لها قيادة واحدة، قيادة معترف بها من الجميع، تشهد قبولا من الجميع، بالتالي تدخل في حوار مع الحكومة. وأيضا هذا ما أربك الحكومة، هي دعت إلى حوار وطني ودعت كافة أطياف الفرنسيين للمشاركة في هذا الحوار الوطني. ولكن إذا ما عدنا أيضا إلى المطالب، هم يطالبون بعد كم من المطالبات الاقتصادية التي رضخ لها ولباها الرئيس الفرنسي عندما تراجع عن قراراته الاقتصادية التي أضرت بالفرنسيين كما يقولوا، عندما يعني فرض ضريبة على المحروقات، هم خرجوا رفضا لهذه الإجراءات الاقتصادية، تراجع عنها الرئيس الفرنسي، طالبوا الآن بإجراءات سياسية. أهم مطلب سياسي لأصحاب السترات الصفراء هو المشاركة في الحياة السياسية. هم يريدون أن يكون لهم استفتاء على أي قرار فرنسي في البرلمان، يريد أن يكون لهم تمثيل وأن يعود البرلمان للشارع عبر إجراء استفتاء وأخذ رأيه في أي قرار مصيري خاص بفرنسا، حتى لا تتكرر هذه المشاهد في المستقبل. بالتالي لا يمكن أن نقول أن الحوار قد فشل قبل أن يبدأ، ولكن هذا الحوار الوطني إلى الآن لا يسير بالشكل المرغوب به. وما ذكرته صحيح عمر، لأن إيمانويل ماكرون خلال فترة الانتخابات كان وعد بإصلاح النظام الانتخابي وبتمثيلية الأحزاب الصغيرة في البرلمان. شكرا جزيلا لك، بانتظار كل المعلومات التي سترد من عندك إن كان فيما يخص الانفجار الذي وقع بشارع تريفيز، وأيضا اليوم الساخن الذي ستشهده فرنسا بالنسبة للمظاهرات. شكرا.